عالم المجهول. تحتضن الصحراء الجزائرية هضبة شاسعة تسمى تاصيل ناجر، أي هضبة الأنهار في اللغة الأمازيغية. وتقع ولاية إليزي على مساحة 7200 كيلومتر مربع. في قلب هذه الهضبة الخلابة منظر بانورامي يتمثل في غابة من الصخور تكسو باللون الأصفر الرملي المتآكل والبني في الصباح، ولها رونق خاص على ضوء القمر في المساء. تعود هذه الغابة إلى عصور ما قبل التاريخ. يطلق عليها البعض مدينة صفار الجزائرية، التي تعتبر أكبر مدينة متحجرة في العالم والأعجوبة الثامنة في العالم. على النقيض الآخر تسمى صفار باسم بوابة الجن. تحوي جدرانها على العديد من الرسومات من العصر الحجري. لم يتجرأ أحد حتى الآن دخول هذه المدينة كاملة، واكتفوا باكتشاف أجزاء منها فقط، لأنها تشبه متاهة، وفي حالة دخول أي شخص فيها لم يستطع الخروج إطلاقاً. وتعددت أسماء تلك المدينة، وأطلق عليها أكبر تجمع للسحرة والشياطين، ومع البحث وجدوا فيها رسومات لفضائيين. وتحتوي تلك المدينة الجزائرية على تاريخ العديد من الحضارات العريقة والمتطورة جداً، لأنهم يعتقدون أنها تحتوي على كنوز الملوك السبعة للجن، ويعتبرونها ثاني أخطر مكان بعد مثلث برمودا بسبب وجود قوة مغناطيسية كبيرة. تمتلك مدينة بوابة الجن مناظر أثرية مذهلة ومناظر طبيعية خلابة يعود تاريخها إلى حوالي 10,000 عام. ينظر إليها البعض على أنها أكبر متحف في الهواء الطلق في العالم، مدرجة في قائمة التراث العالمي منذ عام 1982. تضم بوابة الجن مئات الآلاف من المنحوتات والرسومات ولوحات الكهوف، وتم اكتشاف نقوش على جدرانها للإنسان والحيوان. تعود تاريخها إلى أكثر من 20,000 عام. وفقاً لما جاء في أحد المواقع الأجنبية، تكون الرؤوس البشرية المنقوشة على جدران تلك المدينة دائرية بشكل منهجي وبسيطة، ومزينة بأنماط هندسية ومطلية باللون الأحمر ومعززة بالأبيض والأزرق الرمادي والأصفر. تحمل بوابة الجن العديد من الشخصيات والرموز المذهلة، بها تراث ثقافي عظيم يشهد على العلاقة القوية بين الإنسان وبيئته، ويصور الفن الصخري ثقافات ما قبل التاريخ القديمة وتطور الحضارات في المنطقة.